بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبه راس السنه الهجريه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين اهلا، وكل سنه وكل مشاهدينا بالف خير وصحه وسلامه وسعاده يا رب. ربنا يجعله عام سعيد علينا ويعوض اللي فاتنا في 2020 الحقيقه، اللي يمكن ما سابتش حد فينا الا لما يعني لمسته كده يعني. لكن في الاخر هي ايام بنعيشها، وان شاء الله الخير قادم باذن الله، ودايما نتفائل ودايما يكون عندنا الامل، ودايما كل حاجه يمكن بتحصل للانسان سواء خير او شر هي فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وتذكره لحاجات كتير جدا زي ذكرى النهارده هجره سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام من مكه، وهي احب البلاد الى قلبه الى المدينه، وهذا كان بامر الهي. وبالتاكيد الهجره هنا كان ليها دروس وعبر واستفاده كبيره جدا، واثرت في حياه المسلمين وبنت من بدايتها دوله الاسلام، وكان للمسلمين شأن عظيم بعد هذه الهجرة الطيبة. النهاردة هيكون حوارنا الحقيقة ممتد على مدى ساعة في مصر جميلة عن ذكرى هجرة سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنتحدث كثيرا عن التقويم الهجري وأهم أو أهم الخصائص اللي بتميز هذا التقويم، ولماذا تم يا نهلة التقويم الهجري في ذلك التوقيت. حقيقة انه يعني معنى الهجرة جميل يا طارق، واعتقد ان احنا كلنا محتاجين للهجرة، بس الهجرة من يعني الحرام الى الحلال، من المعاصي الى التوبة، من الهم الى الفرج، الهجرة الى معاني الحق والخير والجمال والتفاؤل. كلنا محتاجين معاني الهجرة دي، ان احنا نقطع الصلة بكل ما هو سيء علشان نصل انفسنا بكل ما هو جميل. فيا رب ان شاء الله نستقبل هذا العام بهذا المعنى، انه اللي عنده لسه ذنب او معصية وما بنبرقش انفسنا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نتخلص منه وندخل في مرحلة جديدة من الغفران والتسامح. اللي حاسس بهم او بغم او كان في ضغوط عليه ان شاء الله ربنا هيفرجها، ونهاجر الى فرح والى معاني احلى واجمل مع بدايه هذه السنه. واللي كان في نفسه اي شيء وحش يهاجر الى المعاني النبيله اللي خلق الانسان من اجلها، عماره الارض، الحق، الخير، الجمال، التفاؤل. فخلونا نبدا هذه الحلقه بهذه صحيح. الروح ان شاء الله النهارده. صحيح 1442، ودائما هذا التقويم الهجري، واللي يمكن كتير مننا ومن حضراتكم سواء كبار او صغار الحقيقه لما تيجي تساله احنا في سنه كام هجريا ما بيعرفش او ما مش مركز فيها، لكن الفكره نفسها ويمكن ده كان بشكل اساسي عند الاولاد الصغيرين وفي الدراسه وفي التعليم، كنا بنكتب التاريخ يمين وشمال التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، وده جزء مهم جدا لازم كمان نؤكد عليه. فبالتاكيد معلومات كتيرة جدا عن رأس السنة الهجرية هنتحدث فيها، وزي ما قالت نهلة خلينا نهاجر كل شيء بيضايقنا، معصية نهاجر، الضيق نهاجر، الحزن، ونرجع لحياتنا الجميلة، ودايما يكون في تفاؤل كبير جدا في حياتنا. بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع حضراتكم والدكتور كامل غراب، وهو من علماء الازهر واحد شيوخ الاوقاف الكرام، واللي هيكلمنا عن معاني الهجره واسبابها والظروف اللي احاطت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر، واكيد واجه صعوبات زي الصعوبات اللي احنا بنواجهها في حياتنا، تغلب عليها ازاي، ازاي عمل دستور جميل جدا للمدينه توافق فيه مع كل الطوائف وكل الملل الاخرى حتى يعيشوا في سلام وفي تآخي وفي محبه. وكمان هيكون لنا لقاء مع الدكتور سعيد خالد القاضي والمنشد، ونسمع منه أحلى الكلام في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. خطوات تقدم طلاب الثانوية العامة المصرية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال مراحل التنسيق المختلفة. مرحلة اختبار القدرات، يشترط للقبول ببعض الكليات اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها، ويظهر لكل طالب الكليات المتاحة أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهي كليات التربية الرياضية بنين بنات، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، كليات الفنون الجميلة، فنون عمارة،
كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بجامعتي حلوان والمينيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية كلية التربية جامعة السويس، كليات الإعلام الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية، حيث يتم حجز مواعيد الاختبارات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني tanseeq.egypt.gov.eg وفقا للخطوات التالية: يقوم الطالب بالتسجيل وحجز اختبار القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به. تظهر للطالب قائمة بالكليات التي بها اختبارات القدرات المتاحة له وأماكن أداء هذه الاختبارات. يقوم الطالب باختيار أنواع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها، وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار بكل كلية في يوم منفصل، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تتم على يومين متتاليين. يحق للطالب التسجيل في أكثر من اختبار ويقوم بإجراء الاختبار بالتخصص مرة واحدة فقط. يمكن للطالب طباعة إيصال التسجيل الذي يحتوي على أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل من موقع التنسيق الإلكتروني. في حال تسجيل الطالب اختبارات القدرات من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني وفروعه بالجامعات، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة أجهزة تسجيل الرغبات. تقوم الكليات بعقد اختبار القدرات مع اتباع الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الاختبار.